الوالدين شحال حنان، الوالدين شحال حنان، ربي ذكرهم في القرآن، لازم علينا نطيعهم وبقلوبنا نحبهم. أمي هي الكنز ديالي، سهرت عليا الليالين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى. انوار كي داير؟ كي بقيتي شويه؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. انوار خويا، قلتي لي نتايا كما تنقولوا طالب معاش، ولد باب الله، وقع لك واحد الامر اللي بغيتي تصرح لي به. شنو كدير نتايا انوار في الحياه ديالك؟ اولا ندوزو الامر اللي وقع لك. الحياه ديالي اليوميه هي اللي تنبيع هذا الشيء، هذا تيحل الله ان شاء الله بحول الله. كتبيع دابا انت السيكان؟ تنبيع السيكان، كاين اللي يدور معاك، كاين اللي يعطيك الثمن السيكان. واخا سبق قلتي لي كنتي كدير ماسكوت باش يفهموا الناس، كدير واحد التمثال وكتبقاو واقف في الزنقه ياك؟ اييه، كنت ندير واحد لي ماسكوت، تنبقى 24 ساعه لا 24 ساعه واقف وكل فيكسي. كنت انا في الكاسكات. كنتي واقف مفيكسي يعني باش الناس كيدوزو؟ كنت ما كتبقى واقف زعما مفيكسي، واقف في بلاصه حتى تبقى واقف على اتجاه واحد، حتى ما تنتحركش الا اللي. وقلتي لي وقعوا لك شي تهجموا لك شي عصابه من بعد، وشنو وقع لك بالضبط انوار؟ عاود لي من الاول حتى الاخر. كنت خدام مع ليما بيا، جاو تعرضوا لي شي وحدين، قالوا لي ارا دور معنا، دورت معاهم. هذاك الشيء اللي في الواجب ديالي عطيتو لهم سبيل الله، هذاك الشيء قال لك نوي على الله. وقعوا اليوم غدا، اليوم غدا، اليوم غدا، او السلام عليكم. اليوم غدا، اليوم غدا، اليوم غدا، شنو داروا؟ شدوهم ما داروا، حتى بقيت عاقل عليهم بالحوايج اللي كانوا لابسين وبالسبرديلات اللي كانوا لابسين. تعرضوا عليا، شدوني، ضربوني، ضربوني اليدية، يدي تحلت ليا، ما تنقدرش نعطي، ما نقدرش نصبر. راه عرفتي، راه طحت، منين طحت هكا الدمايا تيضع مني. تا جا واحد الناس مساكن، عيطوا لامبيلونس، الحمد لله جات لامبيلونس، جات في الحين، هي اللي تكلفت بيا، هي اللي وقفت معايا الوقفه ديال الحمد لله. هذوك الناس ما ننساش خيرهم الحمد لله. هاد الناس اللي ضربوك بينك وبينهم شي حساب؟ ما بيني وبينهم حتى شي حساب، اللي بيني وبينهم هو التعامل مزيان الحمد لله. انا بغيت نخلي بلاصتي نقيه، وانا واخا دابا، واخا منين تضربت بلاصتي نقيه، ما بنادم عمره ما شير فيا شي تشيره خايبه يقول لك. انت ما تخيلتيش يضربوك بداك الشكل؟ لا، ما عمري ما تخيلتهم غادي يجيو ليا بحال هكاك وغادي يغدروني. ولكن دابا واخا هكاك ما بقاش الثقه. الثقه دابا الا بغيتي ديرها، ديرها وصحتك ووالديك، شي حاجه اخرى لا شيء. وشنو كيفاش كنتي من بعد ما ضربوك؟ هذيك الساعه كنت حاله غيبوبه. هذيك الساعه راه شحال ديال الدمايا ضاع مني، شحال ديال تنحس بالروح، الروح ديالي صافي طالعه من البلاصه، صافي الشهاده تنشهد، ولكن العقل ديالي غايب. جيتي من الموت انوار؟ الحمد لله، الحمد لله اللي ما جات ليا في العروق، الحمد لله اللي ما جاتش ليا في العصبة، اللهم لك الحمد. انا بغيت شي محسن اللي يشوف ليا انتوما، هادي راه تتنوض فيها شي حاجه بسبب الضربه. بسبب الضربه دابا ما تنقدرش، دابا نكملشها حيت تزرق ليا بزاف، خصني شي حل ليها. راه لا اله الا الله. نقدروا نقولوا عيبوك انوار من يديك؟ عيبوني من يدي دابا، ما زيت شي حاجه ثقيله ما تنقدرش نفرسي عليها حتى تطيح ليا من يديا، تنعولي على اليد اليمنيه. وبيني وبينك علاش داروا في هذا الشيء؟ ما بينك وبينهم حساب؟ ما كتعرفهم؟ ما حتى شي حاجه؟ ما تنعرفهم، ما تيعرفوني، ما حتى شي حاجه. راه لا اله الا الله، الشهاد، الله يهديهم. تعداو عليك يعني؟ تعداو عليك. وانت كيفاش كتعيش الحياه ديالك هنايا انوار ما بين السكينه ديال مدينه الرباط؟ ودابا شنو نقول لك، دابا الحمد لله انا دابا تنصور الياقوت ديالي باش شي حاجه ما ناكلها، من هاد الزيرو ميك، هاد الشاشيات هادو تنصور غير شي حاجه ما ناكل، ما نشري، من بالليل جاني الجوع نشري ما ناكل، عاوتاني نفكر، عاوتاني خصني شي واحد اللي يعاونني في هاد العيد هذا، راه ما عنديش انا بحالي بحال الناس هنايا، راه لا اله الا الله. يعني كنقصد انت كنتي شاد تيقارك هنايا مع الناس؟ لا، شاد تيقاري، وبنادم الكبير والصغير كلشي تيحترمني، وكلشي تنحترمو هنايا. قال لك احترم كبر منك،
احترم الكبر منك راه شنو نقول لك، احترم الكبر منك احترمك اللي صغر منك، لا ما احترمك اللي صغر منك احترمك اللي كبر منك، وهي غاداك. كيفاش عشتي الحياه ديالك مع الوالدين بلا والدين؟ سمعت باللي انت يتيم انور. انا اياه، انا يتيم من الوالده ديالي الله يرحمها في هذا النهار، الله يشدد على باب الرحمات. البارح بكيت على الوالده ديالي الله يرحمها، حيت تذكرت بزاف ديال الحوايج. هذه هي الدنيا، تذكرت بزاف. قال لك اللي عنده ميمتو يغطيها يشدها ويعنقها بيدين بجوج، ولكن اللي ما عندوش عنده الله سبحانه وتعالى. الله يسمح لنا من الحق الوالدين. كنشوفكم متأثرة أنوار، مشات الوالدة مشى كل شيء. مشات الوالدة مشى الكنز، مشى المفتاح الفرج، مشى مفتاح الجنة. أنا الحمد لله حاس بها، فرحانة الحمد لله عند الله، ولكن فرحانة الحمد لله، ما عمر ربي ما يخيبني والحمد لله. الله ينصرنا على أعدائنا يا رب. الوالدين ما كاينش بحالهم، خصوصية الأم هزاتنا خمس شهور ويا حنا هزانا في كرشة، وحنا لا هزينا يا قفة ثقيلة تنقولوا أح عييت. الله يسمح لنا من الأم، الله يسمح لنا من الآباء ديالنا. قال لك أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. راه الأم القمة ديالها شي حاجة كبيرة. اللي عنده ميمتو اعرف يعرف كيفاش يتصرف معاه بالتعامل باللطافة، ماشي أنا أمي وأمي بعدي مني ولا لا. لا تقل لهما أفا ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما. الله يسمح لنا من الوالدين. داك المخيط علي موالف كتغني لي أنور على الوالدين. الوالدين شحال حنان، الوالدين شحال حنان، ربي ذكرهم في القرآن، لازم علينا نطيعهم وبقلوبنا نحبهم. امي هي الكنز ديالي صارت عليا الليالين، امي هي الكنز ديالي سهرت عليا الليالين، وبويا راجل غالي حب طرارة في دمي.